بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات بفيديو جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي، وسنتحدث فيه كما هو مبين على الفيديو نصب المضارع صحيح والجملة المؤولة. إذن على بركة الله نبدأ. أولا، لما تنقول الفعل المضارع ماذا نقصد به؟ يعني إيش هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع أعزائي التلاميذ هو كل فعل يدل على حدوث عمل ما في الزمن الحاضر أو في المستقبل. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر أو في المستقبل، وهذا الفعل غالبا دائما يكون مرفوعا، يكون مرفوعا ما لم يسبقه حرف من حروف النصب أو حرف من حروف الجزم، وهذا ما سوف نفسره في هذا الفيديو. إذن كما قلنا الفعل المضارع، نعطي بعض الأمثلة. مثلا يدخل، يدخل، يدخل فعل مضارع، يفهم فعل مضارع، مثلا يسمع فعل مضارع. إذن الفعل المضارع كما نرى يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خاصية من خاصيات الفعل المضارع هي أنه معرب. الفعل المضارع معرب، وهذا يعني أنه يكون مرفوع أو مجزوم أو منصوب. كيف ذلك؟ الفعل المضارع معرب لأنه يرفع وينصب ويجزم. إذن أتمنى تكون واضحة هذه النقطة. نمر الآن إلى حروف المضارعة. إذن نلاحظ هنا مثلا حروف المضارعة، يعني من الحوايج تبين لنا أشنو هو الفعل المضارع نعرفه، هي حروف تسمى حروف المضارعة. حروف المضارعة هي الألف، همزة، والنون، والياء، ثم التاء، ويجمعها البعض في أنيت أو نقول أو نأتي. تجمع حروف المضارعة في نأتي أو أنيت. إذن كل فعل يبتدئ بهمزتين نقول فهو مضارع، أو نون فهو مضارع، أو ياء فهو مضارع، أو تاء فهو مضارع. إذن لا نخلط. مثلا هناك فعل نام، وفعل يبتدئ بنون وليس بمضارع. لماذا؟ لأن المضارع يكون مرفوعا، وهذا نام منصوب وهو فعل ماض، والفعل الماضي مبني على الفتح، مضارعه هو ينام. إذن لاحظوا معي، ينام فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. مثال آخر، فعل مثلا تأدب، 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 وفعل يبتدئ بحرف من حروف المضارعة التاء، ولكن ليس بمضارع لأنه مفتوح، والمضارع كما قلنا فهو مرفوع، إذن مضارعه يتأدب. إذن نتمنى
هاد النقطه تكون واضحه كذلك، ونمروا الى نقطه اخرى بحول الله. اذن النقطه الجديده هي: ما هي علامه رفع الفعل المضارع؟ كما قلنا علامه رفعه هي الضمه. علامه رفع الفعل، علامه رفع المضارع فهي الضمه. يخرج، لاحظوا هنا يخرج مرفوع بالضمة. إذن ما هي دابا الآن؟ كما قلنا في السابق أن الفعل المضارع معرب يكون مرفوعا ويكون منصوبا. إذن ما هي علامة نصب الفعل؟ علامة نصب الفعل المضارع هي الفتحة التي تكون ظاهرة على آخره، أو حذف النون بالنسبة للأفعال الخمسة. إذن بالنسبة للمستوى الابتدائي الرابع الابتدائي نتوقف عند هذا المستوى. علامة نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة على آخره. إذن السؤال: متى ينصب الفعل المضارع؟ ينصب الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات النصب. إذن كما قلنا علامة نصب الفعل المضارع